السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مواقع الذكاء الصناعي بتوفر عليك وقت، يعني هي مهمتها مش التسلية أو الترفيه أو تركيب، لا هو مهمتها إنها تساعدك في الشغل. دي حاجات لقيتها بتسهلك شغل. طيب طبعا شات جي بي تي من المواقع القوية جدا، لكن في ناس كتير بتقول إن هو مفتحش معاها، فشوفنا موقع تاني إن شاء الله يفتح معاكو اسمه جود مود، وده ميزته إن هو ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا. يعني تقول مثلا اعمل لي تحليل للسوق، هيعمل تحليل ادق واشمل من اللي بيعمله شات جي بي تي الاصدار الثالث. ما اعرفش هل الاصدار الرابع ممكن يعمل حاجه بشكل قوي ولا لا. فممكن يلخص لك صفحات كتيره، ممكن يعمل لك بعض الحاجات اللي المفروض تاخد منك وقت. هسيب لكم اسفل الفيديو رابط للموقع، ولو انا كنت شرحه هسيب لكم برضو شرح ليه. طيب الموقع اللي بعد كده ده انفلونس مي، بيخليك تعمل سي في بشكل قوي باستخدام الذكاء الصناعي وباستخدام شات جي بي تي. كان في حد اتش ار بيساعدك في انك تحصل على سيره ذاتيه متوافقه مع نظام اي تي اس. نظام اي تي اس ده بيعمل فلتره بحيث ان السيفيهات اللي مش متوافقه معاه او مش متوافقه مع الوظيفه بتعمل لها ديليت، فهو هنا هيظبطها لك بشكل قوي. تمام. طيب ندخل على الموقع اللي بعد كده. ده ساعدني كتير قوي في عمل الباوربوينت، بيعمله بشكل قوي وما بيحتاجش منك اكتر من ان انت تكتب عنوان البرزنتيشن اللي انت عايزه، فيبدا ان هو يعمله لك ويحط لك الصور ويظبط لك حاجه كويسه جدا. شرحته برضو، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو دوت. طيب فاير فايلز ده بدل ما انت تقعد تكتب وتدون الملحوظات اثناء الاجتماع، هو الذكاء الصناعي موجود على جنب كأنه ضيف موجود معاك في الاجتماع وبيلخص لك الكلام اللي اتقال، فهيفيدك كتير جدا ان بعد ما تخلص يجي لك ايميل كده محترم، سواء انت كنت عامل ميتنج على زوم او تيم او ميت، يقول لك دي اهم النقط اللي تم مناقشتها. طيب الموقع اللي بعد كده موقع بتاع رحلات، لو انت عايز تروح اي مكان في العالم يبدا يقول لك على بعض الملحوظات اللي لازم تخلي بالك منها في المكان دوت، مثلا اهم المطاعم، اهم الكافيهات، اهم، يعني بيديك تخطيطات للحاجات اللي المفروض ان انت تزورها. طيب الموقع دوت مهمته ان هو يديك صور معموله بالذكاء الصناعي، سواء بوستر سواء لوجو، حاجات فنيه جميله جدا تقدر ان انت تستخدمها في الشغل بتاعك. ممكن تكريت صور جديده، تمام، ملهاش حقوق طبعا خالص. طيب بعد كده ضرب الاي اي ده يقدر يعمل لك موقع ويب كامل في ثواني باستخدام الذكاء الصناعي. بعد كده هنلاقي ايجنت جي بي تي، ده اداه بتسهل لك تصفح الويب باستخدام الذكاء الصناعي وينفذ لك المهام بشكل سهل، وتقدر تكتب الاسم الايجنت وهتلاقي تولز كتيره تسهل عليك الشغل. بعد كده ممكن تعين موظف استقبال عندك مدعوم بالذكاء الصناعي بيعمل خدمة إن هو يرد على الناس اللي عندك ويرد على الأسئلة، سواء ويحدد المواعيد ويرد عبر الهاتف أو الرسائل النصية كأنك عينت حد عندك في الشركة بتاعتك. طيب بعد كده هنلاقي الموقع دوت هيساعدك في تقييس المقالات والكتب من خلال الذكاء الصناعي. طيب في بعد كده لو أنت عندك أي حاجة يقدر إن هو يلخصها لك، يقدر إن هو يكتبها لك بشكل حلو، لو عندك اي اخطاء بيقدر ان هو يصلحها لك، يعمل اعاده صياغه للمحتوى باستخدام الذكاء الصناعي، وده انا بستخدمه على طول. طيب لو انت عايز تعمل صور بالذكاء الصناعي فده لينسا، ده ممكن تستخدمه على الموبايل وتشتغل بيه. اخيرا ريبليكا، دي ده بيبقى زي شخصيه بالذكاء الصناعي بيبدا ان هو يتناقش معاك وتقدر ان انت تتكلم معاه سواء كتابه او صوت.